مرحبا، نهار جديد، حلقة جديدة من برنامج عزوقك. على مشارف نهاية شهر رمضان بتمنى كل الفترة اللي قضيناها نحن وياكم نكون قدمنا لكم أطباق شهية وطيبة ووصفات حبيتوها وحضرتوها. عنا عدة أهداف من خلال هالبرنامج، مش بس نعطيكم اسم الوصفة وكمياتها، حتى نفرجيكم الطريقة اللي عم نشتغل نحن وياكم فيها وتكونوا اشتغلتوا بنفس الطريقة واستفدتوا. الأطباق اللي عم نحضرها هي أطباق منا أقسام منا جديد وأقسام منا تقليدية. اليوم عنا بعض الأصناف التقليدية ولكن اسمها رنان. سبق وحضرنا نحن وياكم من المطبخ اللبناني التبولي والمشاوي. اليوم بدنا نحضر الفلافل مع سلطة الطراطور الطحينة، سلطة الطحينة مع البقدونس والبندورة. بدنا نعمل قالب أو طنجرة خضار مع اللحم وبصل الكويزات والثوم. بدنا نحضر صنفين من الحلويات العربية الشهية اللي كلكم بتحبوها، زنود الست وحلاوة الجبن. رح بلش أنا وياكم بتحضير قالب الخضار. أول شغلة رح نولع الغاز مثل العادة، منحمي طنجرتنا، منحط مواد دهنية. اليوم بدي حط زيت نباتي لأنه الطبق اللي عم حضره في كتير خضار مع بصل كويزات وحصوص الثوم، بحب زيت النباتي أكثر من زيت الزيتون. نحن بحاجة لبصل كويزات، رح حط البصل بقلب الطنجرة وبلش عدد المكونات أنا وياكم، مع العلم إنه كل المكونات مع كل الكميات عم يمرقوا أمامكم على الشاشة. نحن بحاجة للحمة موزات مكعبات، كرمال ضيق الوقت عم نضطر نسلق اللحمة نص سلقة. بحاجة لبطاطا مقطعة بهالحجم هيدا وبهالشكل. بحاجة لجزر ولوبيا. بحاجة لباذنجان عفوا وكوسة. بحاجة لبندورة. بحاجة لصلصة البندورة، ومثل العادة الملح والفلفل برفقونا على طول. قالب الخضرة باللحمة طبق بينعمل بعدة طرق، ممكن الخضار تكون مكعبات وينعمل بشكل يخني، وممكن تكون قطع خضار رفيعة وطويلة مثل ما اليوم بدنا نعملها. في عنا هوا كتير حلو بمطبخنا اليوم بمطبخ برنامج عزوقك. عم تتحمص معنا البصلة، منحط اللحمة فوق البصل. بحاجة لحبتين ثلاثة من الثوم بيتحمصوا كلهم سوا. كلمة فلافل أصلها تركي، مكوناتها حمص مع فول، القليل من الكربونات، القليل من الكزبرة اليابسة، وممكن إذا عم نعملها بقلب البيت نحط لها ثوم وكزبرة خضراء، ولكن بعد القليل كزبرة الخضراء بتسود بقلب القرص. أنا شخصيا فضلت نعمل بكزبرة يابسة. طبق كتير شهي، أكيد الكتير منكم زايرين لبنان وأكلين أطيب فلافل فيه. اليوم رح نحضر وصفة فلافل، أيدوها كتير منيح لأنه وصفة أصلية كتير طيبة ونكهتها كتير طيبة. قلينا اللحمة، قلينا البصل الكويزات، قلينا حصوص الثوم. نحن بحاجة لمي مغلية. هيدي الأصوات مع هالدخنة هيدي مع هالروايح الحلوة رح تحبوها كتير وتشوفوها كتير بمطبخكم. مثل العادة الملح الخشن رفيقنا الأول، ملعقة صغيرة من الملح الخشن، القليل من الفلفل، القليل من الكمون، ورشة قرفة ناعمة صغيرة. هيدي هي التوابل والبهارات اللي أنا بدي استعملها لقالب الخضار باللحمة. دي الكاسة خلصنا منها. على جنب ننقل الطنجرة، منحطها على نار تانية، وبرجع بحط طنجرة جديدة. بدي دوب القليل من الماء، ممكن استعمل مرقة وممكن استعمل مي، ماني بحاجة لكتير، حوالي نص لتر من المي. بحط له ملعقة صغيرة من صلصة البندورة. بنختار أنا وياكم
ملعقة كس ملعقة برتقالية، هيدي صلصة البندورة بحركها، بحط لها ملعقة صغيرة ملح خشن، شوية فلفل وقرفة ناعمة. المكونات اللي أنا بحاجة لإلهم لطبق قالب الخضرة باللحمة، حطينا بصل كويزات، لحمة راس عصفور، وحصوص الثوم. صار فيني اطفي تحت المرقة، نزيح اللوحة ونبلش نصف الخضار تدريجيا. من اكتر خضرة بدها وقت لتستوي ومنرجع فيهم تدريجيا. منبلش بالبطاطا، منصفها قالب كامل، نرجع منحط الجزر مع اللوبيا، ممكن نقلبهم قلب ونفردهم بقلب الطنجرة. إذا بتلاحظوا معنا بلشنا نصف بصل كويزات، حصوص الثوم، لحمة، جزر، بطاطا، لوبيا. برجع بحط الكوسة، كله مقطع أصابع طويلة، اسم التقطيعة كوكوت، مثل زيح الليمون. برجع بحط الباذنجان بهالشكل هيدا، بقي عندي حبة كوسة، حبة باذنجان صغيرة، ممكن مرق رشة ملح ناعم صغيرة. برجع بفرد البندورة على الوجه، هيدا هو قالب الخضرة، بكبسه بإيدي شوي صغيرة، بجيب صلصة الرب البندورة أو صلصة الطماطم اللي فيها الفلفل مع الملح، بحطها فوق قالب الخضرة. البخار اللي بيطلع مع المي الطبيعية الموجودة بقلب الخضار كفيلة إنه تكفي لها استواءها. بحطها على النار وبطبق عليها. التكوين اللي حطيتون: بصل كويزات، حصوص الثوم، لحمة موزات خليتها تغلي شوي لتستوي نص استواء، حطينا الخضار تدريجيا، بطاطا، كوسة، لوبيا، جزر، باذنجان مع البندورة. كل المكونات لقالب الخضار مع الكميات تبعهم رح يمروا أمامكم على الشاشة. رح حضر أنا وياكم خلطة الفلافل. طبعا نحن بحاجة لفود بروسيسورز، لمكنة خفق. ممكن استعمل مكنة فرم لحمة، إذا ما كانت متوفرة عنا بالبيت فينا نستهلك هيدي المكنة. الكميات اللي أنا بحاجة لإلهم، نحن بحاجة لنص بنص، يعني نص الكمية فول مقشور، نص الكمية حمص حب. فقط بينقعوا قبل ب 12 ساعة، ما بدهم سلق، ما بدهم شيء. نص كيلو فول مع نص كيلو حمص، نسلقهم قبل 12 ساعة تقريبا. الفول مقشور والحمص بقشره. بحاجة لنص ملعقة كربونات صغيرة، بحاجة لملعقة كزبرة كاملة، وبحاجة لملعقة ملح. كمية الكربونات اللي بدها تمرق معكم على الشاشة بقسمها قسمين. القسم الأول بحطه أنا وعم بطحن الحمص مع الفول مع الكربونات مع الكزبرة، بريح العجينة حوالي نص ساعة تقريبا، وبرجع لما بدي اقليها بحط لها القليل من الكربونات، بقرصها القرص الحلو، بفختها، بحط لها سمسم، بعمل لها الموديل اللي انا بدي اياه وبقليها وبحطها. لازم اول خفقة لتنطحن معي وتنعم مزبوط. هيدا الخليط هو خليط خاص بالفلافل. بفتح المكنة، بحركها. مثل ما سبقوا وقلت لكم مشاهدينا، انا وعم حضر الطبق بقدر حس، يعني لازم يكون عندي الخبرة انا شو عم حضر. بالنسبة لهيدا الطبق هلا بحاجة للقليل من الماء، انا وعم بطحنها حسيت العجينة ناشفة وخشنة، ممكن ضف لها شوية مي صغيرة، ممكن المي تكون موجودة بالوصفة، ممكن ما تكون موجودة. هيدا الشيء بيعود للطريقة اللي عم نحضر فيها نحن. رح ارجع عدلكم الوصفة: نص كيلو فول مقشور، نص كيلو حمص، ملعقة صغيرة من الكربونات مقسومة قسمين، قسم مع الطحن وقسم قبل القلي، ملعقة كربونات وملعقة ملح، باخد أطيب طعمة لأطيب عجينة فلافل. زيت القلي بحطه أنا وياكم على النار، وبنرجع منروح لبريك إعلاني، منحمي الزيت ولما نرجع نقلي الفلافل نحنا وياكم.
دي مقلية الزيت. حمينا الزيت، الفلافل جاهز، قالب الخضرة على النار. نتوقف نحن وياكم مع فاصل إعلاني. حطينا المقلي على النار، بدنا نغلي الحليب، بنحضر النشا لنعقده وبنعمل قشطه بيتوتيه، قشطه بطريقه البيت، بنلف فيها زنود الست وبنحضر قشطه عاديه، قشطه فريش بنجيبها من محل حلويات لحلاوه الجبن. حطينا مقليه على النار، بنحط الحليبات بقلبها، بنحط السكر، المكونات للطبق اللي هلا عم حضره، للصنف اللي عم حضره، حليب، سكر، نشا ناعم. عم حضر قشطه بيتوتيه، هيدي القشطه بدي لف فيها زنود الست وارجع اقليهم لصنف الحلو تبع اليوم، ولكن لتبرد معنا القشطه رح نحضرها ونحطها على جنب ومنلفها بعد شوي. احنا بحاجه لحليب سائل، لسكر ولنشا ناعم. حط الحليب مع السكر على النار، زيت الفلافل عم يحمى. هيدي القشطه سبق وذكرت لكم اياها، قريبه كثير من الهلبيه، منسميها نحن بمهنتنا قشطة بيتوتية، تنعمل بقلب البيت أو بقلب المؤسسة. بلش الحليب يسخن، دايما النشا بيشتد لما يتعرض للحرارة، رح أرجع استهلك كل كمية النشا. الكمية مع الوصفة عم تمرق أمامكم على الشاشة أكثر من مرة مشاهدينا. النشا بيتذوب إما بحليب بارد أو بشوية مي باردة. حليب مع سكر على النار، بلشت تحمى، لازم الحليب يبلش يفور يعني يوصل للتسعين درجة أقل شيء. ضلني بحركه بهالشكل هيدا أحلى ما يلدع معي الحليب، تحريك مستمر. قالب الخضرة على النار، ريحة كتير عطرة وحلوة، بنعدله ناره شوي صغيرة، لازم النار تكون دايما معتدلة خفيفة. الحليب بلش يغلي معنا، النشا جاهز بإيدنا، نقلبه فوق الحليب مع تحريك مستمر. بلش يشتد، إذا بتلاحظوا معنا بلشت القشطة تشتد. أول ما عرضنا الحليب للحرارة حطينا له النشا وعرضناه للحرارة، بتشتد معنا القشطة البيتوتية. المزيج تبعها حليب سائل، سكر ونشا، تحريك مستمر. لازم تكون سماكة القشطة أسمك من اللبن بشوي صغير. رح أرجع أحضر أنا وياكم سلطة الطحين اللي بدها تروح مرافقة مع الفلافل. نتأكد من حرارة زيت الفلافل، حرارة الزيت صارت معتدلة، بدها بضع دقايق وبتصير جاهزة لنقلي فيها الفلافل. لازم ضلني اغلي القشطة بتحريك مستمر. مثل ما انكم شايفين بلشت تشتد معنا القشطة، دائما تحريك مستمر، سمكتها قريبة من سماكة اللبن. شيلها وبحطها على جنب تمهيدا لتبرد. لسلطة الطحينة نحن بحاجة لطحينة، لعصير حامض، لطحينة، لعصير حامض، لبندورة مربعات صغيرة، لبقدونس ناعم، لرشة ملح، ممكن ضف لحص من الثوم. العملية بتصير حسب الذوق، لأنه الفلافل في بقلبه ثوم، بقدر ما أحط مع سلطة الطحينة ثوم. هيدي الطحينة حطيناها،
منحط لها عصير الحامض. الكميات رح تمرق أمامكم على الشاشة. طبعا نحن بحاجة للمي. أنا عم حرك الطحينة، بحط المي مثل الخيط بتحريك مستمر، كل شوي بشويتها، كل شوي بشويتها، شوية مي، القليل من الماء، بحرك الطحينة. هيدا المزيج كتير طيب، طحينة، عصير حامض ومي لرخيها. ما لازم تكون كتير رخوة، لازم هيدا التراتور يكون سميك شوي، لأنه رح حط معه مربعات البندورة اللي هي وظيفتها كمان تخلي هالسلطة رخوة شوي صغيرة. ما بنسى نترك الملعقة بالكربونات ونستعمل الملعقة السحرية. هيدي ملعقة ملح صغيرة. كلنا بنعرف ملعقة الفلافل كيف شكلها. محضر مرقة اليوم لنقلي فلافل على الأصول. هيدي التراتور صاير مزيج، بنستعمل ملعقة بيضاء، طحينة مع عصير الحامض مع القليل من المي، أكيد الملح، بحط مربعات البندورة، بحط البقدونس الناعم، سلطة الطحينة، طراطور مع بندورة مع بقدونس، بتروح مرافقة معي مع كل شيء مقالي. وأطيب شيء رح أقدمه معها اليوم هو الفلافل المقلية، رح نسكبها بطريقة كتير حلوة ونزينها. نلقي نظرة على قالب الخضرة، البخار عم يطلع منه، ريحته كتير حلوة، توابله، بلشت الخضرة تفرز المي تبعها، زيت الفلافل صار جاهز والسلطة جاهزة. منحط سلطة الطحينة على جنب، منجيب نحن وياكم هيدا الصحن، منحط له محارم لنقلي الفلافل ونحطها عليه. طبق الفلافل طبق لبناني بامتياز، نكهته كتير طيبة، في له محلات اختصاص، محلات كتير كبيرة بتبيع بس فلافل، نكهته كتير طيبة. هيدي الفلافل اللي كنا محضرينها نحن وياكم بقلب المكنة. هيدي هي الملعقة المميزة تبع الفلافل، بحاجة لباقي كمية الكربونات. سبع وقلت لكم منحط الكمية اللي بدها تمرق أمامكم تقسموها لقسمين. أول قسم منحطه نحن وعم نطحن الفول مع الحمص، والقسم الثاني منحطه قبل القلي بشوي صغيرة. منحضر ملقط ومنحضر صحن ثاني لنسكب الفلافل ونزينه بقلبه. درجة حرارة الزيت بقدر اتفحصها أنا وياكم بطريقة معينة، بعد بده الزيت شوي صغيرة، فيني انقله على حرارة أقوى، لأنه حرارة زيت الفلافل لازم تكون متوسطة إلى حامية. نطفي ميلة ورا. صار زيت الفلافل جاهز. المكونات اللي موجودة بالفلافل: فول نص كيلو، حمص نص كيلو، ملعقة كربونات، ملعقة كزبرة يابسة، وملعقة ملح. عدة وصفات موجودة للفلافل، ما في شيء بيمنع انه نحط مع كزبرة خضراء، مع توم، فينا نحط توم بودرة، بس انا هيدي الوصفة اليوم حطيت لها حمص، فول، كربونات مع كزبرة يابسة. هيدي هي الملعقة الخاصة بالفلافل. لما خلص ممكن اقدحها باصبعي وبقلبها بهالشكل بقلب الزيت، ريحتها كتير حلوة، وصوت الفلافل هو عم بينقلها بشهي. فينا نعمل عجينة الفلافل من الصبح ونحطها بالبراد، وقبل الافطار ببضع دقايق فينا نبلش نقلي بقلب الفلافل. منحرك الفلافل دايما قبل القلي. في عدة طرق بعد ما نقرص القرص، فينا نشكه بالسمسم ونحطه بقلب المقلي. كل العملية حسب رغباتنا وحسب ما نحنا منحب الطعام. فينا نزين القرص الفلافل بشوية سمسم، ممكن إذا حدا ما بيحب السمسم ما يحط سمسم. نقدحها بهالشكل هيدا ومنحطها. جبنا ملعقة المفخوة، طالع مقمر وكتير حلو قرص الفلافل معنا. وهالرفخين اللي بيرفخوا، هالفلافي اللي بتعمله حبة الفلافل، هي بسبب الكربونات اللي حطيناهن بقلبها. ناطرين القشطة لتبرد، القشطة البيتوتية اللي حضرناها سوا، نتركها لتبرد تحت الهواء. رح لف أنا رقاقات
الخاصة بزنود الست، كرمال لما نرجع بعد الإعلان نحن وياكم نقليها ونسكب حلاوة الجبن ونقلب قالب التنبل. نتوقف نحن وياكم مع فاصل إعلاني، بكون أنا عم بقلي الفلافل وعم حضر زنود الست. تتابعون الآن مفاجآت شهر رمضان عبر إنفينيتي تي في، مسابقة ذهب رمضان للسنة الثانية على التوالي، تقدم نصف كيلو من الذهب لأربعة فائزين، كن أحد الرابحين في نهاية الشهر الكريم. ما عليك سوى الإجابة على ثلاثة أسئلة من أصل خمسة بشكل صحيح وادخل السحب لربح الذهب. للاشتراك أرسل الآن كلمة ذهب بمسج إلى رقم بلدك الموضح على الشاشة. قلينا أقراص الفلافل اللي بتشهي، حضرنا الكريمة البيتوتية أو القشطة البيتوتية لزنود الست، رح أسكب أنا وياكم هالفلافل اللي طالع لونها ذهبي أشقر كتير حلو، سكبناها بهالشكل هيدا. سلطة الطحينة كنا محضرينها نحن وياكم، مكوناتها طحينة، عصير حامض، بندورة مع بقدونس. هيدي سلطة الطحينة صارت جاهزة، راس الفلافل على جنب، لونها ذهبي مقرمشة وأكيد طعمتها بدها تكون كتير طيبة. حضرت عجينة البقلاوة على إيدي، عجينة البقلاوة منجيبها خالصة من كمان من مؤسسات الحلو العربي. هيدي هي القشطة اللي تحضرت المنزلية، مكوناتها حليب سكر ونشا. بحط القشطة بالنص، بلف العجينة بهالشكل هيدا، برجع بلفها بشكل زنود أو الأصابع، بحط لها القليل من الطحين مع المي كرمال تلزق معي، وبحطها على جنب. وبجيب تاني عجينة بعمل فيها نفس الشكل، هيدي القشطة البيتوتية. وعندي صنف تاني اسمه حلاوة الجبن، استعملنا له أو جبنا له بالأحرى قشطة من محل حلويات. طريقة التصنيع بتختلف كتير، هالقشطة البيتوتية أساسها حليب وسكر مع نشا، بينما القشطة اللي بنشتريها من محل حلويات في إلها طريقة تصنيع مميزة ومعينة، إلها مكانات خاصة، بتخض الحليب خض، تطلع القشطة على الوجه وبيشلوها. هول ثلاث حبات، نحن بحاجة لقطر، صرنا محضرين عدة مرات القطر نحن وياكم. كمية المي بتكون نص كمية السكر، الزيت عم يحمى، وقالب التنبال أو قالب الخضار مع اللحمة على النار. منلف ثالث قطعة من الرقائق، درجة حرارة الزيت جاهزة، فينا نسقط بقلبه لفايف زنود الست. هودول ثلاث قطع جاهزين عم ينقلوا بقلب الزيت. هيدي القشطة خلصنا منها. بهالوقت هيدا رح اسكب انا وياكم حلاوة الجبن. حلاوة الجبن كمان هي كناية عن عجينة جاهزة بقلب السوق، اذا رح نستعمله منغير له المحارم. عجينة حلاوة الجبن الاساس تبعها جبنة، بحطوا لها مادة نشوية معينة، بحطوا لها قطر الى طريقة تصنيع معينة ومميزة. منجيب قطع مشللة من حلاوة الجبن،
بنحطهم بوسط الصحن. هلا رح جرب اسكب زنود الست معهم، تأكد من درجة حرارة الزيت بده تعديل. ممكن تقلبهم أول قلبة. تأمرت معي العجينة لأنه القشطة بقلبها مستوية، بدي أعطيها بس لون خارجي. أكيد بقدم معها قطر أو عسل، أنا شخصيا بفضل يتقدم معها القطر، نكهته أطيب. فستق الحلبة المبروش طبعا للزينة مع زهر الليمون. حطينا حلاوة الجبن، نسلناها تنسيل، منجيب لها القشطة الطبيعية منحطها فوق حلاوة الجبن. الحلو العربي برفقنا طيلة شهر رمضان، نكهته كتير طيبة ووجوده على صفرتنا مميز جدا. بحط لهم ملعقة فستق حلبة صغيرة، طبعا زهر الليمون هاللون الحلو وهالنكهة الحلوة كمان بترفقنا. صار شبه جاهز معنا حلاوة الجبن مع القشطة، كمان رقائق زنود الست جاهزين مقمرين محمرين. استواء العجينة ما بده أكثر من 4-5 دقائق لأنه الحشوة بقلبها مستوية. قلب التنبال ريحته كتير حلوة، بهاراته جيدة جدا. هيدي القطعة الثالثة لليوم. بنكون حضرنا نحن وياكم 4 أصناف. هيدي حلاوة الجبن مع العسملية بهالشكل. هيدا بجيب كاسة القطر، زنود الست مع حلاوة الجبن والقشطة، صنف من الحلويات الشرقية. حضرنا نصه واشترينا نصه. ممكن نجيب القشطة خالصة من حيلا محل حلو عربي مع حلاوة الجبن، علينا انه ننسلها تنسيل، نجمعها كلها سوا مع الفستق الحلبة. بينما زنود الست كمان منجيب له عجينته جاهزة، ولكن منحضر له قشطة بيتوتية طيبة. قالب الخضرة صار جاهز، طبعا منشيل الزيت على جنب كرمال ما نحرق حالنا. رعيد انا وياكم الاصناف اللي حضرناها على السريع تمهيدا لانه يرتاح شوي قالب الخضرة قبل السكب. حضرنا فلافل، فول مقشور مع حمص، سلطة الطحينة، تراتور مع عصير الحامض، شوية مي، بندورة مربعات مع بقدونس. قدرنا نحن وياكم زنود الست، عجينة البقلاوة مع قشطة بيتوتية كتير طيبة، لفيناها وقليناها بالزيت، قدمنا مع قطر، وقدمنا كمان حلاوة الجبن مع القشطة الطازجة مع فستق حلبة وزهر الليمون، وعنا قالب الخضرة. قبل ما نختم نحن وياكم مشاهدينا، رعد لكم المكونات تبع قالب الخضرة: لحمة مربعات، بصل كويزات، ثوم، كوسة، بطاطا، جزر، لوبيا، باذنجان، بندورة، رب البندورة أو صلصة البندورة، طبعا مع ملح وفلفل. صنف أساسي طيب جدا مرغوب. طريقة سكبه بشكل القالب، منحطهم بهالشكل هيدا ومنقلبهم، بيطلع رونق رائع جدا، كتير من الخضرة، اللحمة، بصل كويزات، بطعمة كتير طيبة. إلى اللقاء بحلقة جديدة. بعد معنا نحن وياكم حلقة بكرة إذا الله راد، حلقة جديدة. انطرونا بكرة وشاهدونا لأنه عنا صنف مميز رح تحبوه كتير. إلى اللقاء.